إلى الملف الثاني في الساعة الأخيرة وإلى تركيا، حيث المسؤولون الأتراك لا يزالون يكررون ذات الأسئلة فيما يتعلق بجريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول. محور الأسئلة هو أن فرق الاغتيال ما كانت لتأتي إلى تركيا لتنفذ جريمة القتل دون أوامر، كما أن مصير الجثة لا يزال محورا أساسيا في القضية التي مضى عليها أكثر من شهر. مزيد من الأدلة التي لم يعلن عنها بعد تتكشف ضمن التحقيق المستمر في جريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي. هذا ما يؤكده وزير الخارجية التركي الذي على الرغم من تصريحه أن أنقرة تؤمن أن أمر القتل لم يأتي مباشرة من الملك سلمان، يشدد على أن القتلة تلقوا تعليمات من شخص ما، ويجدد مطالبة الرياض بالكشف عن جثة الصحفي المغدور. الرئيس أردوغان تحدث مرتين عبر الهاتف مع الملك سلمان، وهو يعرف الملك سلمان بشكل جيد للغاية. إنه ليس الشخص الذي يعطي تعليمات بقتل مواطنيه، ما أعنيه أن هناك ثقة شخصية. الرئيس أردوغان واثق تماما ومقتنع أن الملك سلمان لم يكن ضالعا في هذا القتل. لدينا أدلة وشاركنا بعضا منها مع العامة، لكننا نملك أيضا معلومات لم نكشفها وشاركناها فقط مع الدول التي أرادت الاطلاع عليها. عندما تنتهي أعمال التحقيق سننشر هذه الأدلة إلى العلن. مايكل موريل النائب الأسبق لرئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية يقول في مقال كتبه بصحيفة واشنطن بوست إن رد الولايات المتحدة يجب أن يتجاوز مجرد فرض منع سفر على الضالعين في تنفيذ جريمة القتل. على CIA الإجابة على أسئلة من قبيل ماذا كانت الخطة السعودية حين دخل فريق الاغتيال إلى القنصلية، وما الذي سمعته رئيسة الاستخبارات جينا هاسبل في تسجيل عملية القتل، وهل كان محمد بن سلمان يعلم، ثم هل كذب على ترامب، وما هو مصير مساعده سعود القحطاني. الاستخبارات المركزية بحسب نائب رئيسها الأسبق لديها إجابات على كثير من هذه الأسئلة، ومن بينها أيضا ما إذا كانت ميول ولي العهد السعودي نحو الاستبداد ضرورية للإصلاح، وكيف يمكن ردع النظام السعودي عن ارتكاب أمر مشابه في المستقبل. السلطات السعودية لم تجب بعد عن أسئلة ملحة: من أمر بالقتل وأين الجثة؟ لكنها عوض ذلك تسخر المال لدفن الجريمة. المدعي العام السعودي عرض دفع الدية لأسرة خاشقجي وخطيبته تقول المصادر التركية. الرياض أيضا عرضت على الأتراك استجواب المتهمين في الرياض وفق المصادر نفسها. الأدلة التي عرضت على الأمريكيين والأوروبيين تعطي تصورا كاملا عن الجريمة بالقنصلية وما سبقها من إعداد، تقول تركيا التي تأمل في موقف أوروبي قوي وسريع لوضع نهاية لهذه القضية. وللمزيد ينضم إلينا من إسطنبول مصطفى حامد أوغلو المحلل السياسي، مرحبا بك. أبدأ معك بآخر تطورات هذه القضية. أنقرة تقول بأنها أطلعت واشنطن ودول الاتحاد الأوروبي على تفاصيل جديدة على علاقة بحيثيات هذه القضية. برأيك ما هي هذه التفاصيل وأهميتها بالنسبة لتركيا وللقضية عموما؟ تحية لكم المشاهدين الأعزاء. عندما يعني يصدر بيان المدعي العام التركي ويقول أنه أن عملية القتل قد تمت في الدقائق الأولى من دخول جمال خاشقجي إلى القنصلية وتم التخلص من الجثة، هذا يعني يدل على أن المدعي العام يمتلك أدلة دامغة وقرائن و معلومات تثبت هذا الادعاء، ولولا هذه الأدلة لما يعني صدر هذا البيان. هذا النصف الأول من البيان أو القسم الأول، لا يزال التحقيق مستمر، وأعتقد أن هذه الأدلة هي التي تم إطلاع الأطراف الأخرى الأمريكية والفرنسية والألمانية والسعودية وأيضا الروسية، ولذلك اقتنعت رئيس الاستخبارات الأمريكية، كانت مقتنعة بحقيقة هذه الرواية وبصدق هذه الرواية
وربما حملت هذه المعلومات إلى الرئيس ترامب الذي توقفت تصريحاته بشكل مفاجئ بعد نقل هذه المعلومات له. تركيا تمتلك معلومات، هذا ما صرح به رئيس الجمهورية. هذا ما يجرنا أستاذ مصطفى، هذا ما يجرنا إلى طرح سؤال يتردد منذ بداية هذه القضية تقريبا، لماذا تركيا تواصل طرح الأسئلة، تواصل طرح أسئلة هي تملك أجوبتها، لماذا لا تعلن عن كل هذه التفاصيل؟ هناك بعض الأسئلة التي تركيا لا تمتلك الأجوبة عنها صراحة، وهي تسأل الجهة المخولة بالإجابة عن هذه الأسئلة. اليوم تركيا تسأل ثلاث أسئلة، وأسئلة محقة وكبيرة وعليها كثير من إشارات الاستفهام. أولا، أين الجثة؟ ثانيا، من هو الشخص المحلي الذي تم التعامل معه؟ وبرأيي أن تركيا تدرك أن هذا لا أصل له. ومن ثم، من الذي أمر بتنفيذ هذه الجريمة التي اعترفت الجهات الرسمية أنها جريمة مخططة لها عن سابق قصد وإصرار وتصميم، وليست ارتجالية. لا يمكن لتركيا أن تكشف كل المعلومات وكل الأدلة التي عندها طالما أن الجنات أو المتهمين ليسوا ضمن. طيب، بإجازة أستاذ مصطفى حامد، أشرت إلى توقف الرئيس الأمريكي عن إصدار التصريحات، سيكون هناك لقاء بين أردوغان وترامب في باريس في غضون أيام، هل هذا اللقاء يمكن أن يحدد الموقف الأمريكي من هذه القضية؟ الموقف الأمريكي ظل متأرجحا تقريبا. التسريبات اليوم الجديدة تأتي، هذه التسريبات اليوم هي رسالة لأمريكا ورسالة للسعودية ورسالة للدول الأوروبية. وعندما يكون هذا اللقاء بين الرئيس رجب طيب أردوغان والرئيس ترامب بعد هذه تحسن العلاقات وعودة الدفء والثقة ما بين تركيا وأمريكا، أظن أن سيكون هذا اللقاء له يعني أثرا مفصليا، أو ربما أو على الأقل أنه سيتم مناقشة هذه القضية بكل المعلومات التي تمتلكها تركيا، وسيكون له أثر على منحى ومواقف يعني أمريكا بعد هذا اللقاء، لكن قد لا يكون مفصليا، لكن أكيد سيكون له يعني أثرا كبيرا على سير هذه القضية. شكرا لك من إسطنبول مصطفى حامد أوغلو المحلل السياسي.